أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المحرمات وإرسال الرسل. الأصل في أن الله تبارك وتعالى منح الإنسان عقلا يعقل به ويتدبر ويفكر ويختار طريقه المادي والمعنوي، ولكن باعتبار أن الله سبحانه وتعالى ركب في الإنسان الشهوات من أجل أن يسعى إلى مصالحه مندفعا بلذة، وهذه الشهوات إذا غلبته وطاوعها سدت عليه مدارك عقله فوقع بأخطاء وانحرف عن الخير فأضر نفسه، مثل الجاهل الذي يعطيه الطبيب دواء يقول له كل يوم تشرب 3 ملاعق، ملعقة صباحا وملعقة ظهرا وملعقة قبل النوم، فيقول سعد انتظر 2 و3 و4، يلا اشرب القليل كلها، فيؤخذ الى المستشفى وربما يفارق الحياة لأنه اندفع أكثر من الحد ولم يستمع إرشادات الطبيب. ولهذا ربنا تبارك وتعالى حتى لا يعذر الإنسان أو لا يضلل نفسه ويقول لو أن الله هداني لاهتديت، أرسل الله تبارك وتعالى للإنسان الرسل من أجل أن تحرره من الاندفاع وراء الشهوات والوقوع في الفواحش والظلمات التي تسد عليه مداركه فتتعطل منافعه في الدنيا، يؤذي نفسه ويؤذي مجتمعه. فيبين الله تبارك وتعالى لنا إرسال الرسل والمحرمات الأساسية في الدين حتى لا يتخيل الإنسان أن الدين كما يرى هو، لا، دين الحق كما بينه الله. لا يجوز أن تحرم أشياء أكثر مما حرم الله، ولا يجوز أن تستبيح أشياء مما حرمها الله. يقول الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل إنما حرم ربي الفواحش، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير يعني أشد غيرة من الله تبارك وتعالى، لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. لا يعني ذلك أن الله يحتاج إلى مدحنا والثناء، لا، إنما عندما نعرف عظمة الله ونعرف نعم الله ونقدر الله حق قدره نمدحه. فالمدح منا لله يدل على أننا نقترب من الله لنفهم عظمته ونتحرر من العبودية لغيره، وهذه الحرية الحقيقية. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية قل يا رسول الله ويا كل داعية إلى الله بعد رسوله صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الملتزمين بجاهليتهم في أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. كل واحد يفسر أشياء من عنده من عقله ويزعم أنه هذا دين الإسلام. لا، الإسلام هو أن تستسلم للأوامر التي حرمها الله فتتركها. ماذا حرم الله؟ قل إنما يسميها علماء النحو كافة مكفوفة،
يعني إن حرف توكيد، وما تكف عن العمل، لأن إن وأن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر. فعندما دخلت عليها ما صار البعض مبتدأ وخبر. ولكن ماذا أفادت إنما؟ أفادت الحصر، إنما حرم رب الفواحش فقط، هذه الأمور التي حرمها الله، أمور أساسية. إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها ولا بطن. نلاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى حرم محرمات خمس. المحرم الأول الفواحش، ما ظهر منها وما بطن. الفواحش كبائر المعاصي التي تتعلق بشهوات الفروج. هناك فواحش في شهوات الفروج ظاهرة في بيوت الزنا والدعارة، وفي الطرقات في آخر زمان تمشي في الطريق تشوف واحد حاطط وحده والعياذ بالله تعالى. الفواحش ما ظهر منها وما بطن في السر، يعني اتخاذ الخليلات والصديقات السريات. لماذا كان هذا فاحشا؟ هل يتضرر الله إذا فرط انطلق النساء على الرجال والرجال على النساء وهكذا؟ لا، ولكن يتضرر بنو آدم ويفسد مجتمعهم. استمعوا إلي ليوضح هذا الأمر توضيحا يأخذ معنا جزءا من الوقت. أولا، الحيوانات يا إخواني مطيعة لله بفطرتها، كما خلقها تتصرف، غرائزها منضبطة، العصافير والطيور وكذا في بداية فصل الربيع تتزاوج ثم تحضب بيوضها، ويأتي الدفء فتفقس وتفقس مرة ومرتين على حسب ما ثم تمتنع. بقية الحيوانات تتعاشر ثم تمتنع عن الوصال وتأتي ذرية. أما ابن آدم يترتب على اتصال الرجل بالأنثى وجود أولاد، وهذا ما يريده الإنسان ويسعى إليه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فإذا جاء الأولاد ينبغي أن يعرف من هو أبوهم. اليهود يا إخواني ينسبون الولد لأمه، إذا كان فلان، كما حدثني بعض الفلسطينيين عن واحد فاوض باسم الفلسطينيين قال ده أمه يهودية، يعني يهودي، يهودي يفاوض اليهود على الفلسطينيين مثلا. تحدث بعض الأشخاص أن فلان ضابط كبير في جيش كذا يهودي، طبعا هو ما بقول يهودي لا إسلام، قال أمه يهودية. لماذا ينسب اليهود الولد إلى أمه حتى يكون يهوديا؟ لأن الأم اليهودية لما بتولد هالبزر هذا أو الولد معروف هذا ابن فلان اليهودية، ما في شك يعني. أما أبوه مين؟ هنا بيت القصيد. أبوه اللي متزوج أمه، ولا أبوه جار، ولا أبوه واحد مر من المسافرين، لا يعرف أباه، فهم ينسبون الولد لأمه. ولذلك المجتمعات التي توجد فيه الفساد والفواحش تتفكك، لا يربطها إلا الروابط المادية. فإذا ضعفت الروابط المادية وفقرة الأمة ترى الفساد والتفكك بشكل رهيب. فأنت ترى فيهم الآن التماسك لأنهم أقلية، ولأنهم يعملون بمخططات رهيبة ليتسلطوا على العالم كله فيسخرون العالم. هذا بالنسبة لليهود. بالنسبة لعامة الناس، عندما تكثر الفواحش يتفكك المجتمع. حدثنا أستاذ لنا في جامعة دمشق أنه ذهب ليستأجر بيت، غرفة بسموه بانسيون، يعني غرفة مفروشة تابعة لشقة. فأعجبته غرفة مدخلها خاص من الجنينة ولها مرافقها، يعني ما بينزعج ولا بيزعج الأسرة، وأجارها جيد مقبول. فذهب ليستأجرها، وهو داخل في مدخل البيت رأى فتاة شابة
من أجمل ما خلق الله، خرجت من البيت وهي تبكي بدمع غزير، فاستغرب، لفتت نظره ولكن لم يكلمها ولا علاقة له بها. استأذن ودخل البيت، واستقبلته سيدة البيت وأرته الغرفة فأعجبتها كثيرا، لأنها فيها ميزات كما قلت لكم، لها مدخل خاص من الحديقة وفيها مرافقها ولا يزعج أحد ولا يزعجه أحد، فيدرس بشكل ما على الشكل الذي يحلو له. اتفق واستأجر الغرفة وسجلوا العقد. بعد أن وقعوا العقد، طبعا سيدة المنزل هي التي وقعت بالنيابة عن زوجها، وزوجها كان موجود لأنه هي وزوجها شيء واحد. عندهم في أوروبا عندما تتزوج المرأة تلحق بزوجها، ما وقت كنيتها كنيت أبوها صار كنيت زوجها. بعض المسلمين قلدوا في ذلك، الله يصلحهم، صححوا إن شاء الله. بعد أن وقعوا العقد دفعه حب الفضول أن يسألهم. قال لهذه السيدة سيدة المنزل: أنا عندما دخلت كانت هناك فتاة شابة خرجت تبكي بكاء مرا. قالت له، تبسمت: هذه بنتنا. قال: عفوا، أنا تدخلت في أمر لا يعنيني، آسف. قالت له: تريد أن تستأجر الغرفة هذه التي استأجرتها أنت بكذا وكذا فرنك فرنسي، يعني أقل. قال: لا، إذا كنت يعني تريدها بنتكم، بنتكم أفضل مني، خلاص ألغوا العقد وأنا ما في مانع عندي. قالت له: لا، تروح تضحك على غيرنا، تروح تستأجر من غيرنا بأرخص، إحنا أجرناك وخلاص، ما بصير تلغي العقد. شكرا. استغرب، بنت طردت من البيت ولم يعطوها البيت بأجر أقل. قال: أنا صعقت، نحن المسلمون إذا طلقت البنت من زوجها تعود إلى بيت أبيها، صدر البيت لها والعتب لغيرها، فكيف ابنتهم تطرد ولا يعطونها بأجر أرخص؟ مو سكنوها عندهم وصرفوا على لا. قال: فكرت في هذا، وبعد أن يعني بقيت فترة في فرنسا أدرس علمت أن سبب ذلك التفكك. إذا كان الرجل لا يدري هذه البنت من وين، هو له زوجة، ولكن إذا كان بعضهم في يوم من الأيام يلتقي بزوجته بعد يومين ثلاثة غيابها، بسلم عليها: أهلا وسهلا، بونجور بونجور، مين كنت بتعرفه؟ والله صديقي، كنت عن صديقي، صلى يومين ثلاثة عن صديقه، تشرفنا. هذه ما بصير عند المسلمين، ولا حتى عند الجاهليين من أجدادنا قبل أن يسلموا، ما بصير، لا يرضون بهذا. ولكن جاهلية القرن العشرين فيها أشكال وأشكال. فإذا كان الإنسان غير واثق ثقة تامة أن هذه الأولاد التي تأتي من زوجته هم منه، فلماذا يتعب ويطعمهم؟ ولماذا هي تتعب الأم وتترك شهواتها ولذا من أجل أشخاص أبوهم ما معروف قرية أبوهم منين؟ لا، هي مصلحتها ولذائها أفضل. فيتفكك المجتمع، عواطف الأمومة تبقى محصورة عندما يكون الطفل صغير تتسلى في الأم، بس كبر صار رجال خلاص. والأب أيضا، القانون عندهم يجبر الإنفاق على الأب طالما البنت دون 17 والشاب دون 18، بعدها يروحوا يضحكوا على غيرهم. هذه الأسر متفككة. هناك أمر آخر من الفواحش، أو بسبب الفواحش، كشفه الطب في القرن العشرين عندما كثر الزنا وانتقل إلى بلادنا العربية السورية والعربية بشكل عام. كانوا يسمونه العوام، وأنا كنت صغير كانوا يقولون فلان أصيب بداء الأفرنجي. ماذا يقصدون بداء الأفرنجي؟ يعني الأمراض الجنسية التناسلية، لأنها لم تكن في بلادنا ولا في بيئتنا، جاءتنا عندما دخلت فرنسا إلى سوريا، يعني عندما جاء الفرنج إلى سوريا وجدت هذه الأمراض فسموها الفرنجي. أما من قبل لا يوجد زنا، تقول ما في زنا أبدا، لا، في زلات قدم ولكن ما هو منتشر بشكل ينقل الأمراض. هذا المرض عالجوه
فعاد، اخترعوا له أدوية أخرى فامتنع عن الأدوية الأخرى وعاد، ولم يتوقفوا عن الزنا في كثير من المجتمعات والعياذ بالله تعالى، حتى وصلوا إلى أمر سموه الإيدز أو نقص المناعة. ينتقل الأولاد وأولاد الأولاد في الذرية، فأفسد المجتمعات وأتلف الكثير من البشرية، هذه البشرية التائهة الضائعة. كل سبب ذلك أنهم يريدون أن يتجاوزوا حدود العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة إلى حد الإفراط. فالواحد يريد أن يحظى بوحدة وتنتين وثلاثة وعشرة، ثم بعد ذلك عندما يقع في الأمراض يذهب هنا وهناك، يثبت له علم الطب أن سبب هذه الأمراض الزهرية ثم المدري إيش كذا وكذا إلى السيلان كذا، إلى أن وصل الأمر إلى نقص المناعة سببها الزنا، ولا يتخلى عن الزنا. هذا الإنسان متحضر، أين عقله؟ لذلك ربنا في كثير من الآيات يقول أفلا تعقلون أفلا تبصرون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معجزة له من معجزاته الكثيرة، يقول عليه الصلاة والسلام: ما فشت الفاحشة أي الزنا في قوم إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذا ما وصل إليه الطب في القرن العشرين أو الواحد والعشرين كمان، القرن العشرين اكتشفوا هذا، ونحن الآن في القرن الحادي والعشرين. الزنا يسبب أمراض جنسية وتناسلية خطيرة، تؤثر على الفرد وتؤثر على النسل، وبالتالي تؤثر على المجتمع. كم ينفق العالم اليوم للخلاص من هذه الأمراض؟ ملايين ومليارات الدولارات، ولا يرتدعوا ولا يفهموا أن الله عندما حرم الزنا في كل الأديان السماوية ليس في ديننا فقط، تخلوا عن أديانهم وانطلقوا وانعلماني لا ديني، ما بده ديني ما على شيء، سر كما تشاء وتحمل أعباء خروجك عن الحق ومعصيتك لله تبارك وتعالى. فأول شيء حرم الله الفواحش المتعلقة بالفروج، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها للناس علنا في الشوارع أحيانا أو في بيوت الدعارة أو في السر مع الخليلات والصديقات والأخدان، ولا متخذات أخدان، الخدن العشيق السري. المحرم الثاني والإثمة، إذن حرم ربي ماذا؟ فواحش. ثانيا الإثم، الإثم يراد بها المعاصي كلها الصغائر والكبائر. النظرة إلى المحرمات معصية ولكنها من الصغائر، اللمسة أكبر، إيذاء المسلم أكبر، قتل النفس جريمة كبرى، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فكل هذه المعاصي من أولها من كبائرها إلى صغائرها هي محرمة، هذا ما حرمه الله. ولذلك قال بعض السلف: كل معصية لله فساد في الأرض، لأن ربك حرم أشياء تضر بالمجتمع أو تضر بالفرد، فإذا صنعها الإنسان أفسد في الأرض. ولذلك المنافقون يرتكبون المعاصي ويقولون إنما نحن مؤمنون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فكل معصية لله فساد في الأرض، هذا المحرم الثاني. فالمحرم الثالث والبغي بغير الحق، البغي تجاوز حدود الآخرين، ظلم إفرادي، ظلم جماعي. والبغي العظيم هو أن يتسلط الإنسان على الناس فيمنعهم من أن يطيعوا الله فيكونوا معبودا أو يكونوا فرعونا. أما البغي بحق لا يسمى بغيا إلا تجوزا، فيما إذا أراد الأب
أن يمنع ابنه أو بنته من أمور تضر بها، فهذا ليس بغيا، إنما هو تربية بحق. الرابع من المحرمات، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الشرك أن تجعل مع الله شريكا. ما معنى شريكا؟ قد يظن بعض الجهل أنه إذا كان وضع إنسان أمامه وسجد له وركع له أو البقرة أو كذا، هذا صار شريك لله. لا يا أخي، الشرك لله أن يكون هناك طاعة لغير الله، طاعة لإبليس اللعين، ترك طاعة الله وطاعة إبليس. طاعة إبليس تكون هكذا، يقول له لإبليس تفضل أمور وأنا أنفذ. لا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ولكن طاعته لإبليس تكون بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. بشكل مباشر عندما يدفع إبليس بعض الناس، واحد سوى انقلاب عسكري شاف بنومه بده يصير رئيس جمهورية، قتل الناس وكذا حتى صار رئيس جمهورية، إيه غادي ملك الموت بيجيك، لحتى تنضرب كلمة ربي تصيح صوت اسمعوا السقلين، اسمعوا الكون الحيوانات والمخلوقات كلها ما عدا الإنس والجن. هذا قبل يوم القيامة، شوف بنومه بده يصير متسلط على الناس وتسلط وتقتل، والعياذ بالله تعالى. فمن جعل بشرا مطاعا بشكل مباشر وترك طاعة الله، لما بقولوا له طاعة الله قال اسلام سياسي ما بصير هذا، لا اسلام سياسي ما بصير. اما عسكري يصير سياسي ما بفهم بالسياسي، حمار جاي من وراء المدفع او البندقية، هذا ما على شيء، والعياذ بالله تعالى. فمن جعل بشرا مطاعا مع الله او من دون الله فقد اشرك بالله. وهناك طاعة لبشر بشكل غير مباشر، لأن وراء اللعبة شيطان الجني، فيصور لهم أن هذا الأمر فيه قداسة أو فيه خير، هذا الشعار وحدة حرمية اشتراكية، من وراء هذا الشعار يتسلط شيطان اللعبة عن طريق العسكر أو عن طريق غير العسكر، فيكون إرهابي فيقتل ويعذب من يخالف أمره، ولا تجد لا اشتراكية ولا حرية، إنما تجد حرية هذا الظالم في قتل الناس وتعذيبهم وإجبارهم على طاعته. فهذا شرك بالله ولكن بشكل غير مباشر، يدعي أصحابه أنهم يقدسون الشعارات الممتازة التي تحقق للأمة الوحدة والحرية والاشتراكية. فلا وحدة ولا حرية ولا اشتراكية. الناس كما يقول المثل تأكل قتل تدفع خراج، هذا بسموه حرية، عصر الدجل. فهذا الشرك بالله لم ينزل الله به سلطانا. طاعة فلان وترك طاعة الله ما في دليل عليه. أنا وفلان بشر مثل بعضنا، الناس سواسية كأسنان المشط كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ما في واحد من الست وواحد من الجارية، الكل خلقوا من النطفة، والكل خلقهم الله، والكل عبيد لله. فمن اختار العبودية لله فقد تحرر من العبودية لغيره، ومن أطاع غير الله فقد انحاز إلى الشرك فعبد غير الله. لذلك فرعون لما كان يطيعه ماذا قال سيدنا موسى لفرعون؟ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني جعلتهم لك عبيدا. بني إسرائيل ما عبيد لفرعون، ولكن جعلهم عبيدا سيطيعون، ومن لم يطع يضرب ويعذب، ينبغي أن ينفذ، والعياذ بالله تعالى. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. الخامس، المحرم الخامس، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا حرام وهذا حلال، الله أمر بذلك أم على الله تفترون؟ كل من يعمل قانون لم يكن له أصل من الله وأمر من الله أو من رسوله فهذا دجال يتقول على الله ما لا يفعل ما لا يعلم. عندما يقول التظاهر ممنوع، ليش خير؟ لماذا؟ الله أمر بذلك. بالعكس، الله سبحانه وتعالى قال إذا لم يوجد في أمتي من يقول للظالم إنك ظالم فقد تودع منهم. هذا أقل حالة للإنسان للبشر للمجتمع، أن يتظاهر ويقول نحن لا نريد كذا، نحن لا نريد عمل كذا، هذا ظلم، هذا حرام، هذا حلال. لا، من طالع لهم قانون اللي بيطلع مظاهرة إرهابي سجن 10 سنوات إعدام إلى آخره. من قال بهذا؟ هل هذا في الدين موجود؟ ما
وبعدين يزعمون أنهم بده يساووا الدين وبده يحرروا الناس وبده يدخلوا الجنة، والله هم في قعر جهنم لأنهم يتظاهرون بالدين وهم أعداء للدين، وهذا هو النفاق. وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا أوجهه للعسكر الذين يتسلطون على الناس ويحرمون ويحلون، ولغير العسكر من المتألهين المتسلطين الذين يحلون ويحرمون ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم يقول سبحانه وتعالى ولكل أمة أجل. إذا انطلقت الأمة عن طريق الله وأطاعت غير الله ووجدت فيها المعاصي، والله سيعذبها في وقتها المحدد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم تختم الآيات بتوجيه رباني لبني آدم جميعا. ما هذا التوجيه؟ يا بني آدم إما يأتينكم، إما يأتينكم رسل منكم من جنسكم من البشر يتكلمون بلغتكم تعرفون أصلهم وحسبهم ونسبهم صادقون يقصون عليكم آياتي آيات الله، قال الله تعالى كذا، الله يأمركم بكذا، ويأتي معهم الدليل إما في الآيات دليل على أنها من عند الله، وإما في معجزات كثيرة تدل على أنهم صادقون يتحدثون بما أمر به الله، يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى اتقى عذاب الله والوقوع في النار. كيف يتقيه؟ بالإيمان وتصديق ما أنزل الله واجتناب المحرمات التي تدخله في جهنم. اتقى وأصلح أي عمل الأعمال الصالحة التي أمر بها الله، والله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة العباد ولا ينهى إلا عما فيه مصلحة ضرر العباد، وأصلح فلا خوف عليهم في الآخرة لأنهم سيدخلون جنات الخلد ولا هم يحزنون على ما خلفوا في الدنيا، الدنيا كلها لا قيمة لها عندما يرون جنة الخلد، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كذبوا بآياتنا مو ضروري يقول الله كذاب أو الآيات صحيحة، لا، في تكذيب بالقول أن يقول ما بصدق القرآن، في تكذيب بالفعل يدعي أنه مسلم وكذا ولكنه لا يطيع الله ولا رسوله ولا يعتقد أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الله أخبره أنه سيحاسبه وأنه يرجع إلى الله، هو لا يصدق بهذا، يعمل أعمال من لا يعود إلى الله ولا يحاسب، فهذا يكذب آيات الله عمليا. كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أي تكبر عن طاعة الله. إبليس أمر ربه أن يسجد لآدم فامتنع وتكبر، أيضا عندما أمر الله الناس اعملوا كذا لا تعملوا كذا، إذا تكبر ولم يطع الله صار مثل إبليس سيدخل جهنم. أولئك أصحاب النار، أصحاب النار ما قال في النار فقط، لأن صاحب البيت ملكه ما حدا بقدر يقول له تفضل استقر فيه، أما المستأجر صير صاحب البيت اللي بدي أخرب البيت خيره بدي أسكن فيه أنا فرقنا، لا، أولئك أصحاب النار مستقرون في النار كالمالك لها، وأكد ذلك فقال هم فيها خالدون يحترقون في جهنم. نسأل الله أن يبعدنا عنها وأن يجعلنا من أهل النعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين وأهلك الظالمين المجرمين المفسدين، إنك سميع مجيب يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.